بسلم على حضرتك يا استاذ رنا. اهلا وسهلا على فضيلة الاستاذ الدكتور رمضان عبد الرازق. الله يبارك في عمرك يا استاذ اشرف. انا زوجتي متوفيه من 5 سنين وشهرين وحوالي 6 ايام. خمس سنين وشهرين وست ايام. انت عدد الايام؟ عدد الايام. وكنت عايزني اقول لحضرتك عدد الساعات عددها. ماشي. عمر حضرتك كام يا استاذ اشرف؟ 56 سنه يا فندم. وقعدتوا متجوزين قد ايه؟ متجوزين من سنه 89 يا فندم. تمام. وهي احب خلق الله. ما اتجوزتش بعد ما ماتت؟ ما هو عدد الايام والساعات وهيتجوز. يا شيخ اضحك اضحك. انا هضحكك. انا فرحان اصلا. انا هضحكك اكتر والله. ايوه قول لي قول لي. الله يكرمك. احب خلق الله الي او الى قلبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. تمام. هل يجوز للانسان المسلم اللي زي اللي اذا ربنا عز وجل من عليه بفضله ورحمته وادخله الجنه ولاقى زوجته في الجنه، هل يجوز لي ان انا استاذن من الرحمن ان انا مش عايز اتزوج من حور عين ويكتفي بزوجتي، فانا لا اقبل ان يشاركني يا نهار ابيض يعني حتى لو كان في الجنه ليس هناك غيره وليس هناك اي شيء. الله هل يجوز لي ان استاذن الله عز وجل؟ استنى يا استاذ اشرف. طريقا لقول الله عز وجل ولهم فيها ما يشاءون. تمام. فهل يجوز لي ان انا استاذن الله عز وجل ان انا مش عايز اتزوج من الحور العين؟ عملت ايه؟ عملت ايه يا استاذ؟